والطرف الثاني غلا في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته، وهذا لا يجوز. شهادتنا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. ولهذا يقول لعن الله اليهود والنصارى وهو في سياق الموت: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسول. فلا يجوز الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينفع أو يضر أو يسمع دعوة الداعي أو سؤال السائل، وأنه يقضي الحوائج، وأنه وهو في قبره ميت تجري عليه أحكام الدنيا، فهو يموت كما يموت غيره. أفإن مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات كما يموت غيره، ولما مات حصل في الصحابة أمر جلل، حتى قال عمر رضي الله عنه: من يقول أن محمدا مات ضربت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى يناجي ربه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه الذي ثبته الله في هذا الموقف، فقال: اجلس يا عمر. ثم قال، خطب الناس وقال: أما بعد، فمن كان يعبد الله، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.